طيب، على كل حال من بقى درجات الحرارة خلينا نروح نتابع أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة والأنشطة كمان زي ما احنا متعودين كل يوم. راسلنا هيكون معانا مينا ماهر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. مينا، أنا وكريم بنصبح عليك وخلينا نسمع منك، تفضل. صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على يوم تابع شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وكالعادة بنطلعكم على آخر التطورات والكواليس في مقرات النادي الأهلي، إن كان في الشيخ زايد أو في الجزيرة أو بمدينة نصر. يعني لوجودي أمس في مقر النادي الأهلي بالجزيرة والنهاردة يعني منذ حوالي ساعة، يعني لا صوت يعلو عن صوت مباراة النادي الأهلي والنادي الدحيل. يمكن كل أعضاء النادي الأهلي ما بيتكلموش غير على المباراة اللي تحية لبطولة العالم، كلهم شغف وحماس ان يشوفوا فريق النادي الاهلي بيمثل مصر وافريقيا في بطولة كاس العالم او المونديال الاندية. يعني في كده حاجة من يعني ذكرى 2006 كان الاهلي بيلعب في اليابان وقدر يحرز المركز الثالث، يعني الناس متأهبة، الناس فخورة بالنادي الاهلي، الناس كلها زي ثقة ان النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجة إيجابية مش بس في المباراة الافتتاحية ولكن على مدار البطولة. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية، وإن شاء الله زي ما عودونا يشرفونا ويفرحوا كل مش بس جماهير الشعب، جماهير النادي الأهلي، كل جماهير الكرة المصرية والشعب المصري. يمكن عايز بداية الحديث والأنشطة في مقر النادي الأهلي، يمكن كان في محاضرة لتعليم الكبار بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على أن تقام اليوم في مقر النادي الأهلي بشيخ زايد، وغدا إن شاء الله بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر. ده يعني استمرارا للأنشطة المختلفة اللي بيقوم وبيقدمها لجان النادي الأهلي للأعضاء بجميع المقرات. نروح للرياضات الأخرى ونبدأ بالباسكتبول. يمكن سيدات الأهلي حققوا فوز قوي على فريق مصر التأمين بنتيجة 96 مقابل 46 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري. عايزين بقى نتكلم عن كرة طائرة. يمكن قدر النادي الأهلي أنه يتعاقد مع المحترف البلغاري كرايزمر جورجيف لتدعيم صفوف الفريق لنهاية الموسم. يمكن لاعب البلغاري بيلعب في مركز السنتر، يعني وبالصفقة دي يبقى المرة الأولى في تاريخ كرة الطائرة يكون في اثنين محترفين في فريق واحد. يمكن الكندي ريموند سيزيتو بيلعب في مركز 2 و4 والبلغاري كرايزمر جورجيف بيلعب في مركز 3. يعني إضافات قوية بيدعمها النادي الأهلي لفرق الصالات، إن شاء الله تكون إضافات تفيد الفرق إن شاء الله في الموسم وإحراز العديد من البطولات. أيضا سيدات الطائرة بنادي الأهلي قدروا يفوزوا على فريق سموحة بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري. نروح لكرة اليد. يمكن يعني مع نهاية بطولة العالم اللي قدرت مصر تنظم بطولة ولا أروع كان بيتكلم عليها كل العالم، يمكن قدرنا ننظم بطولة في ظروف استثنائية جدا. قدر منتخب الوطني أنه يشرفنا ويقدم أداء أكثر من رائع مع بطل العالم. بنرجع بقى تاني للدوري والبطولات المحلية. يمكن فريق اليد بالنادي الأهلي قدر امبارح نفوز في مباراة نادي الزهور بنتيجة 55-35. طبعا المباراة دي كانت استعدادا لاستكمال الموسم المحلي. يمكن شباب يد الأهلي فازوا على نادي الشمس بنتيجة 50-29 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وأيضا شباب يد الأهلي فازوا على فريق 2002 شباب يد الأهلي 2002 فازوا عفوا على فريق سبورتينج بنتيجة 32-24 ضمن منافسات بطولة كأس مصر. وأخيرا وليس أخيرا شباب يد الأهلي 2004 قدروا يفوزوا على نادي هوليليدو بنتيجة 50-29 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. دي كانت آخر الأخبار والكواليس من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جدا يا مينا على التغطية الرائعة دي، شكرا ليك.